السلام عليكم، سميتي سعد عبيد وبغيت نقول لكم بان نبقى في داري. الا بغينا نحاربوا هذا الفيروس تاع كورونا خصنا نبقاو في ديورنا حيت يقدر ينتشر ونقدروا نعاديو والدينا ولادنا خوتنا حبابنا. وحنا كمغاربه بغينا الفيروس يمشي بحالاتو، داكشي علاش نطلب منكم تبقاو في داركم. السلام عليكم، معكم ياسين الرامي لاعب فريق حسنيت اكادير. قررت نبقى في داري باش نحمي راسي والعائله ديالي والاصدقاء ديالي. كنتمنى انكم تنتوما ديروا بحالي وتبقاو في ديوركم. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم حليم العيدي. باش نحميو ريوسنا ونحميو الناس العزاز علينا خاصنا كلنا نبقاو في ديورنا، خاصنا كلنا نحترموا شروط السلامه الصحيه باش نجتنبوا انتشار هذا المرض هذا ونعاونوا الدوله ديالنا بالبقاء في الديور ديالنا. السلام عليكم، معكم ابراهيم الدوش. قررت نبقى في الدار باش نحمي راسي وعائلتي والاصدقاء ديالي والشعب المغربي كامل. تانتوما ديروا بحالي وبقى في داركم. السلام عليكم، معكم بدير اوك. حتى انا قررت نبقى في الدار نحمي راسي ونحمي عائلتي، وحتى نتوما خاصكم ديروا بحالي تبقاو في ديوركم، وان شاء الله نديروا اليد في اليد باش ان شاء الله نفوتوا هذه الازمه. السلام عليكم، معكم وليد السكراتي. الوغ جو سوي تري زوغ، نطلب منكم عافاكم بقاو في ديوركم. راه حنايا كاملين محتاجين نخرجوا، ولكن لهاد الظروف القاهره محتاجين نديروا ليد في اليد. بغينا نرجعوا للريتم ديال الخدمه تاعنا، بغينا والدينا، بغينا صحابنا، بغينا خوتنا كاملين تعد فيهم يتاثر من هاد الكونفينمون، وتمشي اللي خدمته ولا تمشي للصحه ديالو ولا يفقد شي واحد من الاعزاء ديالو. دونك انا وانت وكلنا نبقاو في ديورنا.